يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الكفار إذا تابوا فإن الله سبحانه سيقبل توبتهم، فكيف تكون توبة الكفار؟ هل هي بإسلامهم؟ ما لهم توبة إلا بإسلامهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاب الله عليه. ما إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ولو اعترفوا أن الله هو الرب وأن الله، لكنهم لم ينطقوا بهذا، أو اعترفوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لم ينطقوا، إن هذا لا ينفعهم. لا بد من النطق، ولا بد من الاعتقاد أيضا، ولا بد من العمل إذا تمكنوا من العمل. نعم.